مرحبا بنات، شخباركم؟ اليوم بسوي نو ميك اب، ميك اب حق الدوام. الحين بوريكم روتيني اللي اسويه حق ميك اب الصبح. طبعا بالبداية اغسل وجهي بالغسول. ثاني خطوة بنات، السيرم. هذا السيرم يجدد لك خلايا البشرة ويعطيك ترطيب ونضارة اكثر للبشرة. السيرم هذا بنات راح يعطيك ترطيب اكثر ونضاره للبشره عشان تبين البشره صحيه وفيها لمعه. ثالث خطوه بنات، المرطب. المرطب هذا يعطي ترطيب عميق حق البشره، وهو بعد انتي ايج، وايد حلو وترطيبه وايد عالي. الحين راح ابلش بالميك اب بنات. هيأت البشرة وغديتها ورطبتها عدل. الحين راح استخدم هذا الفونديشن، هو سكين تنت. تغطيته وايد خفيفة، يعطيكم ميديوم كفر، وبنفس الوقت يخلي البشرة صحية وفيها نضارة. تغطيته وايد حلوة حق ميك اب الصبح، الميك اب اليومي. الحين بنات راح استخدم الكونسيلر. الكونسيلر فول كفر، الدرجة مالتي 2W، عشان يعطيني تغطية وكفر حلو حق البشرة. الحين بنات راح استخدم الماسكارا عشان تعطيني كثافة وسواد حق الرموش. اوكي بنات، الحين راح ابلش بالبلاشر. البلاشر رقم 220، لونه وردي ناعم وايد حلو حق الصبح. الحين بنات راح احط الليبستيك رقم 401. كذي بنات اكون خلصت اللوك. لوك تقدرون تحطونه اذا بتروحون الدوام او حق طلعاتكم اليومية. هذا لوك اليوم، وان شاء الله يكون عجبكم.